مشاهدينا انا لهون على الريد كاربت، خلص وقتي بس باقي زملائي رح يكفوا معكم ورح يكونوا موجودين للكثير من الربح والجوائز والسيارات. وبعتقد يمكن هلا صار وقت نشر الطقس، ما هيك؟ بما انه الكاميرا مان موجود والبروديوسر والاضاءه، شباب الحقوني لنعمل نشر الطقس. يلا شباب، ثانك يو، ميرسي. مشاهدينا الكثير من اللبنانيين اختلفوا على اسم العواصف، منهم سموها فلاديمير ومنهم سموها سيلفستر، مش مهم الاسم، المهم الفعل. تعوا معي مشاهدينا لتعرفوا اكثر عن حاله الطقس، لانه كثير منكم اليوم عندهم سهره لراس السنه. بدي اطلب من الجميع انه يسوقوا على مهلهم وما يشربوا ويسوقوا. إذا مثل ما ذكرنا إنه كتار من المشاهدين أو كتار من الناس بدهم يسهروا برات البيت، بدي أطلب من الجميع إنه ينتبهوا لنشرة الطقس، لأنه ليلة رح يكون الطقس عاصف مع هطول أمطار متفرقة وكثيفة وتدني بدرجات الحرارة، انتبهوا كتير منيح من الطقس. أما درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية خلينا نشوف سوا، بنبدأ من أنا وياكم بعكار 6، طرابلس 11، جبال 10 و12، صيدا 12، بنت جبال 5، النباتية 4، رشية 5، وبعلبك 2، الأرز 4 تحت الصفر. أما بالنسبة لدرجات الحرارة رح تكون لليلة بتوصل من 60، أما رطوبة 60% بتوصل 20 درجة حرارة الماء، وسرعة الرياح بين 35 و 60 كيلومتر بالساعة. هيدي كانت نشرتنا لليلة، انتبهوا منيح وسوقوا عمهلكم، وإن شاء الله تقدوا سنة جديدة حلوة مليئة بالفرح وكل شيء بتتمنوه يتحقق. أنا لهون خلص وقتي وهيدا كان جونا لليلة. أما هلا بترككم مع جو الأخبار الولعان، باي باي.